أوروسكوب مع داليا. بونجور مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لرفقتنا هلأ. نحن على موعد جديد لنتعرف على خبايا الفلك من خلال 12 برج من الحمل للحوت. برج الحمل، بتصير الأمور على نحو جيد على الرغم من بعض العقبات. من الممكن أنه تتأخر أو تتأجل بعض المساعي، ولكن ما يهمك، تتبلور فكرة الارتباط أو حتى الزواج بفكرك، وبتقرر الارتباط فجأة، تنجح بكل الأمور اللي بتقوم فيها على الصعيد العاطفي. برج الثور، بيتحدث الفلك عن ربح محتمل بتحرزه أو نجاح بتتكافأ عليه. أنت إنسان بيقوم بعمله من قلبه، وهالأمر بخليك تنجح. تكتر الاتصالات والزيارات، وبتقوم بالعديد من النشاطات برفقة العائلة والأصحاب. برج الجوزاء، بتساعدك سرعة البديهة من المواقف المحرجة، وبترتجل الأجوبة ببعض الأحيان، ولكن بيكون نهارك هادي بشكل عام. بتتناقش مع الحبيب بمواضيع مهمة بتتعلق بمستقبلكم. خلي الهدوء والدبلوماسية سلاحك بالحوار. برج السرطان، تحصل على وعود عديدة وجديدة، الأمر اللي بيخلق المزيد من الديناميكية وبتزيد ثقتك بنفسك. بيجتمع الأصدقاء حولك لمساعدتك على تجاوز خلافاتك مع الشريك، مش غلط لأنه صديق وقت الضيق، ولكن الأفضل عدم وجود تدخلات خارجية. برج الأسد، ترتبط بموعد مهني مهم، وبتبتعد عن التوتر والانفعال، بتناقش وبتحاور بكل ثقة بالنفس. بتشير جميع الظروف لانسجام بحياتك العاطفية وللرغبة بقضاء أوقات مميزة برفقة الشريك. أما العازب فبيتعاطف مع مواليد برج الثور والحوت. برج العذراء، تشعر ببعض الإرهاق والرغبة بالذهاب للقاء الأحبة. بينصحك الفلك بإنهاء أعمالك قبل فوات الأوان. انتبه من فرض أراءك على الشريك من دون النقاش أو التفسير، وما تستخدم الكلام القاسي، بل على العكس كون لطيف مثل عادتك. برج الميزان، ما تجازف بالمشاركة والاستثمار بأي عمل غير مضمون. انتبه لخبايا العقود وإقرأ البنود بكل عناية. كون دبلوماسي بأسلوبك مع الشريك، وابتعد عن العدائية تيبقى الشريك قريب منك وبجانبك. برج العقرب، تشعر بالقوة والثقة بالنفس، وبتطور طريقة عملك، الأمر اللي بيعود عليك بالنفع المادي. بتفيض حب وشغف، وبتسمع الكلمات الحلوة اللي بتعزف على أديناك. إن شاء الله على طول مبسوط. برج القوس، بيكون بانتظارك لكتير من المسؤوليات والأعباء اللي بتتطلب منك عمل جدي. انجز مشاريعك بهدوء، وانتبه من حمل 100 بطيخة بإيد وحدة. بتسود الأجواء الرومانسية على حياتك العاطفية، وبتكتر اللقاءات الهادية والبعيدة عن الضجيج، وبتقرب المسافة بين الحبيبين. برج الجدي، تستعيد مفاوضات كانت مجمدة، وبتدير مشاريع مالية مهمة ودقيقة. ثابر لتقطف ثمرة أتعابك بالقريب العاجل. تتلطف الأجواء، وبالأخص إذا كانت العلاقة فاترة، وبتعود المياه لمجاريها، وبتكون قادر على الحصول وأخيراً على راحة البال. برج الدلو، تنهمك بجدول أعمال مكثف، وعليك إنجاز القسم الأكبر منه بالقريب وبسرعة، ولكنك بتنجح حتى بالمحافظة على إتمام مهامك على أكمل وجه. تتوتر الأجواء مع الحبيب، والسبب بيعود لتوترك والتردد غير المبرر تجاه الشريك. افتح قلبك وأوراقك لتهدى الأمور. برج الحوت، تشعر بعدم الرغبة بالعمل، والسبب حاجتك للراحة. مش يمكن حان الوقت لأخذ إجازة قصيرة؟ بيغمرك الفرح بسبب خبر بتسمعه من أحد أفراد العائلة أو حتى من الشريك، يعني صار فينا نقول ألف مبروك. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا، على أمل نتلاقى قريبا. من هلأ لوقتها بترككن بألف خير. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.